كانت بتقدم كل خير لجوزها، ولكن لا تعلم ان كانت نهايتها تبقى على ايده. تعدى عليها بالضرب المبرح وعذبها، ووالدة المجني عليها هتقول لنا ايه اللي حصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله وربنا يرحمها ويصبرها. اللهم آمين يا رب، خالص على وحسبي نور الله الله. ونعم الوكيل. يعني معلش هنسترجع مع حضرتك كده، ايه اللي حصل لإسراء؟ إسراء الأول اللي متجوزة بقالها كام سنة؟ 9 سنين جوزها شغال ايه؟ كان بتاع فراشة، دلوقتي عوض لي عندها أولاد؟ ولد وبنت، سنجي وعدي. سنجي 2 سنين وعدي 8 سنين ونص، تمام. وعدي عنده حالة نفسية من اللي بيشوفه، من اللي بيشوف أبوه بيعمله في أمه. حضرتك قلت لي ان ما ما بينطقش. بيتكلمش، بيتكلم بصي يعني، مش ما بيتكلمش كويس. قولي لي يعني ايه اللي حصل لإسراء والواقع حصلت ازاي؟ انا ما اعرفش. يعني حضرتك قلت لي ان إسراء كانت شغاله اسراء شغاله محل الكوافيره بتاعها. ميك اب ارتست، شغاله شاطره جميله يعني ليها نظيفه. دخل حلو، الحمد لله. وجوزها لما ما بطل شغل بقت هي اللي تساعده تزود زياده وتنزل على النت عشان تشتغل وتكلم دي كانت وتكلم بتعينه. دي، وكانت هي اللي بتصرف على البيت. ايه اللي حصل بقى يعني يوم الواقع؟ انا ما اعرفش، انا لقيتهم بيتصلوا عليا. كان يوم الخميس، اتصلوا بقى يوم يوم الخميس. الخميس الساعه 11 ونص الصبح، لقيت بنت عمته اسمها رشا مراد محاميه بتتصل بيا: انت فين؟ قلت لها انا نايمه. قالت طب قومي تعالي لي دلوقتي. في ايه؟ قالت لي بس تعالي لي دلوقتي، عايزاكي عشان اسراء ماتت. ولا مين؟ اسراء بنت انا. قالت لي اسراء ماتت حافيه. افتكرت ان انا مش لابسه هدوم يعني امشي بيها في الشارع. يوم او اتنين وبعد كده بلغوك. بعدين تالت يوم ولا تاني يوم بعتولي. تاني يوم بعتولي. ايوه، لان كل اللي شافه ناس طلعت جيرانهم، شافوها. جيرانهم، وانتزاع الرحمه من قلبه. ما عندوش قلب لا هو ولا ابوه ولا اخوه. وبعدين كانوا رحنا اصلا، قاعدين على باب البيت يشربوا سجاير ما يقولوش بنتي رحنا ما ليه. لقيناش اصلا اي حد في البيت خالص. انا اختها الكبيره، رحنا ما لقيناش اي حد خالص في البيت هناك. ما فيش الا ابوه اللي كان قاعد، ما فيش الا ابوه اللي كان قاعد في البيت وبيتكلم مع الحكومه، ولا امه ولا امه ولا اخواته ولا حتى عيالها. رحنا ما لقيناش اي حد خالص في البيت نهائي، وليها سلف قاعده تحتيها في الدور الثاني. رحنا ما لقيناهاش، ولا لقينا اخوه ولا لقينا اي حد خالص في البيت. سربوهم عقبال عشان ما، عارفين الجريمة فسابوا البيت اكيد وماشوا. اكيد 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 عارفين كانوا قبلها عارفين، بيوم، لان احنا رحنا اصلا ما لقيناش اي حد في البيت عارفين خالص قبلها الا بيوم. ابوهم. ابو اللي هو حماها كان قاعد في البيت بيتكلم مع الحكومه، وكمان يعني كان كان بيضرب بنتي ملهي، معايا لما كان هو بيضرب بنتي. كان ملهي كده. مرة قبل دي ضرب بنتي، هو ابنه ضرب بنتي. كانت بتصرف على ابنه، بيضربها ليه؟ عشان كانت بتتخانق مع ابنه، اتخانقت مع ابنه وكانت عايزه تغضب لان ابنه كان مخربشها ومعورها. خايف لا تجري عشان خاطر اسراء. المره اللي فاتت لما كانت غضبانه راحت عملت له محضر، فهم خايفين لا اسراء تروح تجري على المركز تاني تعمل له محضر. رقم المحضر اهو. خافوا على ابنهم. اهو. راح بتجري، راح شددها من شعرها موقعها على السلم قدام سلفتها وقدام سلفها حماه. وقدام حماتها. بدل ما يهدي الموضوع. لا لا هي مش حماه. بنته، لو بنته ما كانش عمل فيها كده. لو بنته ما كانش عمل فيها كده. ادي رقم المحضر. على طول كانت اهانه، وعلى طول غضبانه، وعلى طول الناس كانت بتسمع بيها. طب ليه عملت لها قضيه خلع؟ ليه ما انفصلتوش بعد ما عملت له محضر، باحسان؟ بعد ما عملت له محضر كان فاتح دماغها بالمنشار الحداجي كده اهو، من امتى؟ من الشهرين اللي فاتوا دول. يعني من شهرين كان فاتح دماغها؟ غرز منشار حداجي 8 غرز. 8 غرز. وبعد كده واخواته بقى قاعدين واهله كلهم قاعدين، وهو كان جايب ازازه البيبس، البيبس الاسود ده، ويضلو جوه الجرح. تقول له حرام عليك يضربها، حرام عليك يضربها. ما جاتلكيش مثلا اللي قفل عليها بالمفتاح، جاب لها واحد خيطها في قلب البيت عنده قفل عليها بالمفتاح هو عشان واخواته يخيطوها الاول. وما قالولناش. جابوا لها تمرجي هي خيط. ما قالتلكوش؟ لا ما قالتش، ما كان واخد منها التليفون، هو وكان لما واخد منها بيضربها ياخد بطاقتها، تليفونها وكان واخد منها كل حاجه. والبطاقه، ياخد ومحدش الفيزا رضي بتاع يقول لنا كفر وكرامه دي. الا لما هي جت بقى سهتهم وجت. كان بيفضل يبص في ايديها ويبص في رجليها وحايك عليا ومش هعمل كده تاني ومش هعمل كده تاني. اتربي رقد لها، اتربي رقد لها. حسبي الله ونعم وبعدين الوكيل. ده راحت كانت بتحب ان هو يستحمل معاه اخوه التنزيه. تاني، عارف عنه اخوه تاني، كانوا قاعدين على الباب عارفين ان بنتي ميته فوق.
اخوه وابوه. انا مش داخل دماغي. هو عذبها ازاي؟ او يعني الاصابات اللي فيها ايه؟ حاجات كتير متشوهه. طب بيعمل فيها ايه؟ ما شفناهاش انا في المشرحه. مره كان ده مره كان عضدها من هنا مطلع سنانه من هنا لهنا. وعملت له تقرير طبي في مستشفى الخنكه. بيعضها؟ اه. ما بيضربهاش الا في عينيها ومناخيرها كده عشان تزرق الدوخ تقع. عشان هي طويله وعريضه. ما كانش اللي بيضربها الا في وشها عشان ما تعرفش تخرج. انا لو اعرف كان عندي استور، كان عندي استور بس احنا طالبين الاعدام ليه زي ما هو. قتل بس وبعد كده شوف التقرير الطبي بيجي منين. ما اعرفش سبب المشكله بينهم كانت ايه، بس هي راحت السوق، هي راحت السوق ايه، راحت قبضت تكافل وكرامه ماشي، واخدت ال وراحت اتسوقت، راحت اتسوقت وجابت اكلها وجابت شربها وخدت بعضها وطلعت البيت. هو سرب العيال الصغيره الساعه 12 الظهر، قتلها العصر، قتلها العصر. التصريح معايا قتلها العصر. مقتوله من السهره. اللي الاصابات انا يوم ما دخلت شفت اختي في قلب المشرحه كان وشها دوت مش باين، مش اختي ملهاش ملامح، واحده تانية خالص، وجسمها ده مثلي كده زي ما يكون دلق عليه ميه نار، مثلي مكهربها وكهربها وضاربها بالانبوبه من ورا، موقع دماغها من ورا، شعر دماغها وهم بيغسلوها كان بيقع بالعظم بتاع دماغها، كان بيقع لان لما خبطها بالانبوبه والحكومه واخده الانبوبه دي محرزاها، لما خبطها تبقى انبوبه البوتاجاز وفيها غاز، راح خبطها بيها من ورا راحت وقعت على على وشها، وعامل رابط برمشال كده وخنقها، خنقها من ورا، خنقها. حزب الله ونعم الوكيل. يعني مش مكفي حاجه واحده، حزب الله ما بصش ان هي صرفت عليه جنيه، ما بصش ان قبل الوقفه بيوم راحت جابت له طق بالفلوس اللي اشتغلت بيها. احنا زي ما هو قتل اختنا هو لازم كمان، هو كمان يموت، مش هي تترمي في التراب، عروسه 27 سنه تمشي تهد الارض كده، الناس كلها بتحلف بيها، كانت جنازتها ولا بصي مش قادره اقول لك، اسالي هنا اهوت كده كانت جنازتها عامله ازاي؟ الكبير قبل الصغير كلها زي ما هي، زي ما هو ماتت زي ما هو يموت. احنا طالبين طالبين الاعدام، ده ما يعيش، ده ما يعيش، ومعنى اللي احنا نروح ما نلاقيش ولا سلفتها ولا سلفها ولا امه ولا عيالها، يبقى كلهم كانوا عارفين اللي هي ما اللي هو قتلها، واحنا اخر ناس نعرف. اتصل عليكم بيقول لكم يا عندكم كده؟ لا ما اتصلش. في الفكره بتقول لي يا اسراء عندك؟ قلت لها لا، وقتلي بنتي ميته فوق. يعني اهله اتصلوا عليكم بيسالوا سلفتها يا اسراء عندك؟ قلت لها ليه، راحت فين؟ قلت لها كانت رايحه تقبض وتاخرت. يعني بتعرفي ان هي بره رغم ان هي عارفه ان ميتها فوق. فوق في الشقه فوق. ما تعرفيش بقى هم كانوا عايزين يغفلونا، كانوا عايزين مثلا يرموها في اي حته، كانوا عايزين يولعوا في الشقه ويقولوا مثلا ده الانبوبه فرقعت فيها. ما كانوش عايزين اللي احنا نعرف ان هي ماتت. اخوه واصحابه قاعدين على الباب ما عرفوش يتصرفوا في الجثه، راحوا متصلين علينا. رشا بنت عمته اتصلت بماما الصبح اللي مصحياها على الخبر، كان خبرها اسود. احنا طالبين بالاعدام زي ما هو موت اختنا هو كمان يموت بالاعدام، احنا طالبين الاعدام، طالبين الاعدام. وعايزه النيابه تاخد اخوه وابوه زي ما كانوا قاعدين على الباب، وبنتي ميته فوق. طالبين على الجريمه وهم عارفين. اكيد عارفين. ايوه عارفين. ازاي ازاي يجيب جيرانه؟ احنا رحنا ما لقيناش اي حد من البيت، معنى كده اللي هم كلهم عارفين ويسربوا نفسهم عشان الحكومه لما تيجي ما تلاقيش غير الراجل الكبير. والراجل الكبير طبعا هيسرقفه بحاله اللي هو راجل كبير، مش هيعملوا له حاجه والكلام دوت، وفعلا ده اللي حصل. احنا طالبين بالاعدام. بيقول لي انا اللي بلغت، رحت جبت له الحكومه تاخده. ما انت خفت وعارف ان البت ماتت مش عارف تتصرف فيها. حضرتك قلت ان هو كان متعود ان هو يضربها. اه. ليه ما انفصلتش بنتك عنه؟ كانت بتحبه وبالشهرين وبالاسبوعين، وكانت بتيجي تغضب وتجيب هدومها، والناس كتير قوي عارفين ماشي، كانت بتيجي وتغضب بالظبط كده. لا وكمان شرط، كان هو بيجي زي الكلب يقعد يذلل لها ويجيب جيراننا ويجيب ناس ويبعت اهل. اخر مره جاب عمته، اخر مره جايب عمته كويس، وعمته شريفه ومرات ابن عمه وابن عمته ومرات ابن عمته الثاني وابن عمته واخته عبير، كلهم كانوا جايين يصالحوها. وقعدت اقول لهم، قلت لها خلاص يا اسراء قومي روحي مع جوزك ما دام هو عايزك، معلش البيوت بس كلها في مشاكل. بس هي عامله وديه خلع
والكلام قبليها باربع ايام، قبليها باربع ايام، قبل الجلسه باربع ايام، باربع ايام. انا عملت ضم العيال، عملت ضم لاولادها عشان كان واخد منها اولادها، ولما عرف ان انا عملت له محكمه راح باعت العيال، وعمل المحامي عمل لي ضم عيال، وعملت له كان يوم جلسه الخلع كان يوم 13/1، جلسه الخلع كانت يوم 13/1. قبل الجلسه باربع ايام جه خدها قدام الناس كلها، بقى يبص في ايد بنتي ويبص في لابورزه شبشب يحطه على العرس، وانا اقول له عيب عيب كده. خدوا جاب عمته ولاد عمته ولاد عمته التانيين ومرات ابن عمته واخته وامه، وراحوا عند ابني وجابهم هنا، وقالت قالت انا مش عايزه اروح، ما تروحونيش، بس اخر مره انا سالي بقى انتوا هتيجوا بعد كده تاخدوني بكفنيك. قالت لي ياما انت احنا ما صدقناهاش، يعني ما صدقناهاش، قلنا لها يا اسراء يا لهوي يا لهوي عيشي والكلام دوت، راحت قالت لا انتوا المره الجايه انا هروح. قالت لي ياما تاخديني في كفني ياما، بس المره الجايه هتاخدوني. وانا الغبيه ما صدقتش، انا اللي استاهل ضرب الجزمه. جه هنا قعد يتحايل عليا وقعد يبص في دماغها ويبص في رجليها. الساعه 6 الصبح جه خدها، في حد بيصلح مراته الساعه 6 الصبح؟ قلت لها حبيبتي معلش روحيها ليه؟ معلش عشان عيالها حابه تعيش، عشان عيون سنجي وهداي. روحيها ليه؟ منزله اغنيه انا عايز اعيش عشان اكل لقمه عيش. منزله اغنيه عايزه ليه؟ ليه يعمل فيها كده ليه؟ ده كافر، ده كافر يا البوم الكافر، يعني ضربها خنقها زي ما ميتة فوق ليه؟ استرها مش مكفيه، مش مكفيه ده يكرم الميت ده. راح شايل القمر اتصل بيه بأهلها، اتصل بأهلها قول لهم بنتكم ماتت تعالوا ادفنوها، اتصل بيا، اتصل بأخوها، اتصل بأختها، اتصل بجار، إن أنا أسيبها فوق وتبقى قاعدة على الباب وتلبس وتنزل وتخرج وتبقى قاعدة على الباب ليه ده جحد، ده مفيش قلب، ده كفر، ده ربنا نزع الرحمة كده من قلبه. ده ايه يا هودي؟ ما افتكرش حاجة كويسة منها؟ ما افتكرش نمت في حضنه مرة كويسة؟ لا بعد اذنك بس، لا الكلمة دي لا بعد اذنك، ما افتكرش انك عملت له لقمة حلوة؟ يعني ما افتكرش العشرة الطيبة بينهم قبل يعني. الوقفة بيوم جايبة له طقم بالكوتش بتاعه، اشتغلت على طول على كعبها طول اليوم طول اليوم، وراحت جابت له طقم من شبيه ليه؟ اقول لها هاتي لي كعبايه تقول لي هجيب يا اما اشتغل بالشغل العرايس اللي جاي لي في العيد هجيب. اتاري هي كانت تشتغل زي الجاموسه طول النهار واقفه على حالها على كعبها، تبقى مش قادره تقف كده مفرفره طول النهار، وهو يخش بعد الناس ما تمشي ادي الفلوس يا عم عصام حطها في جيبك. طب بقول لها ليه يا اسراء تدوم له ليه؟ قالت لي عادي يا ماما يا اما اروح عادي يا ماما اخد عادي. كانت بتعيط بالداري، كانت بالداري، كانت بالداري عشان عايزه تعيش، عشان عايزه تعيش وتاكل لهم تعيش وتربي عيالها. عايزه اعيش روح في عيالها، روح في سندي وهدي، روح في ولادها. جريت عشان تعمل لابنها كارنيه خدمات، قالت لي عشان ده عيل ياما غلبان اعمل له حاجه معاش عشان لما يكبر حرام. بس اقول لك اما ترجعي هتاخديني في كفني المره الجايه. يرمي نفسي من البلكونه، ما رميتش نفسها يا ابو امها، هو اللي موتها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في عصام ابن سنيه، عصام شلبي حسبي الله. بنت عمته منزله على النت كفره، هي كمان كفره، سمر سمير كفره كفره، وعندها بنات ويقعد لها بناتها ويقعد لها بناتها تقول بتتخانق معاه في الشقه، بتتخانق معاه كتم نفسها ماتت. انت شفتي؟ طب والخطه اللي في دماغك انت شفتي؟ كشه اتكلمت حاجه على ما الطب الشرعي بيطلع، اما الطب الشرعي يطلع بتطلبوا بايه؟ بتطلبوا بايه يا حبيبي؟ القصاص، القصاص، اعدامه، القصاص، اعدامه، القصاص، اعدامه، زي ما هو ادم بنت العود الحلو كسر خاطرها على نفسها كده وميتها مخضوضه كده. العود الحلو ده ما حدش لقى بنتي يسقيها بق ميه، زي ما هو قتلها يتقتل، يتقتل ان شاء الله باذن الله ربنا يرجع لها حقها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عصام يا ابن شلبي يا رب، وعصام ابن سنية تشوفه في اخواتك، تشوفه في عبير، في اخواتك في عبير ولهام وميرفت، تشوفه في عبير ولهام وميرفت،
ان شاء الله اللي احنا شفناه في اسراء تشوفوا في عبير ورهام وميرفت، ان شاء الله تشوفوا في عبير ورهام وميرفت بحق جاه النبي يا رب. واحنا عايزين الاعدام، حق اسراء لازم يرجع، القضاء عادل وربنا لازم يرجع قدام حق البلد فيها حكومة، حاكم الهي ربنا قاضي يحط الورق دوت ويعتبر ان بنته هي اللي قدامه ان شاء الله باذن الله، يعتبر ان دي بنته، بنت قريبته، ده يتيمه يا عيني وغلبانه، ده ابوها ميت، ده ولا وعيش كان زمانه مات، ده يتيمه حسب الله ونعم الوكيل فيه، ربنا يصبرك يا رب وخالص عزائنا. تابعنا مع حضراتكم جريمه بشعه شهدتها منطقه النبراوي التابعه لمدينه الخنكه بمحافظه القلبيه بمنطقه ابو زعبل، زي ما حضراتكم سمعتوا معانا من والده الضحيه وشقيقتها واللي اتعرضت للموت بعد وصلت عذاب من جوزها. ومتابعين مع حضراتكم ان شاء الله يعني تفاصيل القضيه والمحاكمه. خالص عزائنا لحضرتك والبقاء لله، خالص عزائنا والبقاء لربنا، يصبركم ربنا، يصبركم ربنا، يصبركم يا رب.